ده كانت بداية عصر الميتا جينومكس أو المولوكيولار بيولوجي. يعني إيه الميتا جينومكس أو المولوكيولار بيولوجي؟ إحنا هنشوفها دلوقتي برضو بالتفصيل تاني يا جماعة. في أوائل أو في أواسط الثمانينات بدأوا يكتشفوا حاجة اسمها البكتيريوفيجز. البكتيريوفيج ده عبارة عن إيه أصلا يا جماعة؟ إحنا شايفين هنا دلوقتي نوع من أنواع الفيروسز أهو بيعمل أتاك لأي نوع من أنواع البكتيريا. يبدأ في الأول يعمل اتاتشمنت وبعد كده انجكشن للدي ان ايه بتاعه. عمل انجكشن للدي ان ايه بتاعه هنا جوه البكتيريال سيل، هيبدأ الدي ان ايه اللي موجود عندنا يدخل ويتجه للنيوكليوس اللي موجود عندنا ويبدأ يعمل ايه؟ يبدأ طبعا يبقى بايونير على الخلية نفسها، ويبدأ طبعا ينتج لي بكتيريوفيجز جديدة. بكتيريوفيجز جديدة تبدأ طبعا تطلع حاجة اسمها لايزين تكسر لي بكتيريال سيل ويبدا يطلع فيروسز جديده. هل البكتيريا هنا هتسكت؟ لا، ده البكتيريا مش هتسكت، البكتيريا هتبدا تدافع عن نفسها بانها بتفرز حاجه اسمها ريستريكشن انزيمز، وده الكلام ده هناخده في المحاضرات الجايه بالتفصيل. ريستريكشن انزيمز بتبدا ايه؟ بيحاول يكسر الدي ان ايه اللي موجود عندنا هنا في الفيروس اللي موجود عندنا او البكتيريوفيج فيروس. تبدأ تكسر بالريستريكشن انزيمز. جم العلماء اكتشفوا الريستريكشن انزيمز ديت وخدوها وبدأوا هم يشتغلوا بيها بحيث ان هم يكسروا الجين كلاسترز المسؤولة عن، او يفصلوه يعني بالعربي كده يعملوا ايزوليشن الجين كلاسترز اللي هي مسؤولة عن البايوسنس بتاع اي حاجة موجودة عندنا في جسمنا. لو جينا بصينا بالنسبة للحاجة التانية اللي موجودة عندي، يبقى معنى كده ان هنا دلوقتي البايوتكنولوجي عبارة عن ايه؟ البايوتكنولوجي ان انا اقوم عرفت مثلا دي ان ايه، انا عارف جين معين اللي هو بيفرز لي او بيطلع لي الانسولين او بيصنع لي الانسولين، اقوم جايب حاجه اسمها ريستريكشن انزيمز. الريستريكشن انزيمز اللي موجوده عندنا بيسموها اندونيوكليوزس، وهنتكلم عليها في المحاضرات اللي جايه بالتفصيل. الاندونيوكليوزس اللي موجوده عندنا يا جماعه هتبدا تكسر لي او تقطع لي بالعربي كده اللي هو الجين اللي انا عايزه او الجين اوف انترست. اهو قطعت لي الجين اوف انترست بتاع الانسولين مثلا او بتاع البايوسنس بتاع اي حاجه بقى، خلاص انا عرفت. هقوم جاي لحمها في بلازميد، هستخدم برضو تاني عشان نبقى عارفين يا جماعه ده البلازميد اللي موجود عندنا والبكتيريا البلازميد. البكتيريا البلازميد اللي موجوده عندي هنا في الحاله ديت احنا زي ما احنا شايفين كده، ده البكتيريا البلازميد انا كنت عامل حاطط عليه ريستريكشن انزيم في تيست تيوب قبل كده، وهنا برضو قمت جايب الدي ان ايه اوف انترست اللي انا فصلته من نوع من انواع الخلايا، على سبيل المثال بنكرياتيك سيل، فصلت منها الجين بتاع البايوسنس بتاع ايه الانسولين. بعد كده قمت جاي حاطط الفراجمنت بتاع الدي ان ايه مع البلازميد اللي موجود عندنا في تيست تيوب ثانيه، وحاطط عليهم حاجه اسمها لايجيز انزيم. لايجيز انزيم هيلحم لي الدي ان ايه مع الجزء بتاع البلازميد اللي موجود عندنا يا جماعه، ويكون لي حاجه اسمها ريكامبرنت بلازميد او ريكامبرنت دي ان ايه هنسميه كده، لان ده الجزء دي ان ايه موجود عندنا. طب انا هستفيد بايه من الريكومبرنت دي ان ايه لو موجود عندي؟ ده انا لو نقلته جوه بكتيريال سيل هنا يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا ايه؟ بقى موجود عندي ريكومبرنت دي ان ايه جوه ييست او جوه حتى كمان يا جماعه ايكولاي. ايكولاي او ليست هيبدا يتكاثر، هيبدا يتكاثر معاه الدي ان ايه بتاعي، والدي ان ايه طبعا موجود عندي هيبدا يصنع بقى الحاجه اللي انا كنت عايزها. يبقى مؤكد في الحاله دي زي ما حصل مع الانسولين برضو يا جماعه هنا، وزي ما حصل مع الجروث هرمون، زي ما حصل مع حاجات كتير قوي طبعا يا جماعه، زي ما حصل مع المونوكلونال انتي بودي هنا برضو. لو انا موجود عندنا مثلا قبل دين وعايز انتجه، لو انا نقلت الجين كلاستر هينتج لي قبل دين. طب لو انا موجود عندنا مثلا هالي كوندرين وكنت عرفت الجين كلاستر بتاعه يعني، لو نقلته هنا هيديني برضو هالي كوندرين، الايكولا هتبدا تديني هالي كوندرين. هي دي الفكره بتاعت اصلا يا جماعه الايه المولوكيولار بيولوجي او البايوتكنولوجي اللي موجود عندنا. طبعا كل ما السيلز دي عملت تتكاثر الدي ان ايه كمان بيتكاثر وبيديني كومباوند بكميه كبيره جدا طبعا كباي برودكت زي ما احنا عارفين يا جماعه. هو الموضوع ازاي انا بنقل عشان نكون عارفين يعني الريكامبرنت دي ان ايه، او حتى لو انا موجود عندنا جين اوف انترست ازاي انقله اصلا يا جماعه جوه خليه ثانيه؟ والله هو في طرق كتير قوي عشان نكون عارفين، طرق كتير قوي اللي احنا عارفين اللي احنا هنشوفها بعد كده يا جماعه. هناخد منها النهارده مجرد اكزامبل واحد بس، حاجه اسمها الجين جان. الجين جان ده عباره عن ايه؟ لو انا كنت هنا عندي ريكامبرنت دي ان ايه
اللي احنا كنا شفناه من مدة شوية، اللي هو البلازميد اللي موجود عندنا اهو، وموجود عندنا كمان يا جماعة الحاجة التانية اللي هي تعتبر ال ايه ريكامبرانت دي ان ايه اللي موجود عندي او موجود عندي حتى الجين، ممكن احطه على نانو جولد بارتكلز هنا، بحطهم بعمل لهم ميكسنج الاثنين، وطبعا بيحصل ادهيجن او بحط مادة بتعمل ادهيرنس للجين اللي موجود عندنا او ريكامبرانت دي ان ايه مع النانو جولد. طبعا بعد كده بحطها في الجين جان. والجين جان ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيليوم اصلا يا جماعه، بس فيري سترونج بومباردمنت او فيري هاي اندر فيري هاي بريشر. فبيبدا طبعا يبدا لما احط الماده اللي موجوده عندنا اللي هي نانو جولد بارتكلز بلس ريكامبرنت دي ان ايه، هيبدا طبعا يدفعهم بعد كده لما ايه اشغل الجين جان. طبعا احنا عارفين هنا دلوقتي النانو جولد ده يعتبر حاجه هيفي ميتال، بينما الريكومبيننت دي ان ايه او الجين كلاستر حتى يا جماعه عشان نكون عارفين مش هيفي ولا حاجه، يعني ده حاجه ايه يعني بالعربي كده كأن مثلا عربيه وممسك فيها بالونات مثلا كمثال يعني. وحطيت هنا النانو جولد بارتكلز مع الريكومبيننت دي ان اللي ماسك على السيرفس، وبدأت اشغل الجين جان هيبدأ يدفع لي النانو جولد بارتكلز ومعاها متشال عليها مين اللي هي الجين كلاستر او ريكومبيننت دي ان ايه. طيب هنا بدا يندفع الكلام دوت، هنشوف دلوقتي. طبعا انا موجود عندنا هنا يا جماعه الكتله بتاعه الجولد عاليه جدا، الكتله بتاعه الجين كلاستر او بتاعه او الخاصه يعني بالريكومبيننت دي ان ايه مش عاليه، وبالتالي اول ما هدفع الكلام ده هبص الاقي الجولد داخل بسرعه عاليه جدا وشايل معاه مين؟ شايل معاه الجين كلاستر او شايل معاه ريكومبيننت دي ان ايه. لو انا حطيت هنا اي سيل، بلانت سيل، انيمال سيل، اي كولاي، اي حاجه، ايه اللي هيحصل هنا يا جماعه؟ اللي هيحصل في الحقيقه ان النانو جولد بارتكل داخل بسرعه على السيل ممبرين هيخترقه، ومعاه مين؟ ومعاه طبعا الجين كلاستر او معاه ريكامبرنت دي ان ايه، هيبدا يدخلوا جوه النيوكليس الموجود عندنا هنا. برضو سرعه بدا يبقى في ريتارديشن على فكره يا جماعه، ريتارديشن من السيل ممبرين، من السيتوبلازم، من النيوكلير ممبرين، من النيوكليس. طبعا انا موجود عندي هنا كاينتيك انرجي عاليه جدا بالنسبه للنانو جولد بارتكلز، فبالتالي هتخترق النيوكليس وتطلع من الناحيه الثانيه. بينما الحاجه اللي عامله زي البالونه ده في ريتارديشن، هتبدا تفقد السرعه بتاعتها، وبالتالي هتبدا تدخل لي هنا تخبط جوه الحاجه اللي موجوده عندنا، سواء مثلا نيوكليس او سواء دي ان ايه. لو انا موجود عندنا هنا جين يبقى هيخبط جوه الدي ان ايه اللي موجود عندنا، وبالتالي هيدخل معاه جوه ويبقى التحم بيه، يبقى اتكون لي ايه حاجه زي جين جديد في قلب الدي ان ايه اللي موجود عندنا يا جماعه. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا، لو كان موجود عندنا ريكامبرنت دي ان وموجود عندنا هنا اصلا اي كولاي، هيدخل الريكامبرنت دي ان ايه جوه السيل اللي موجود عندنا ويتبقى جوه الاي كولاي. هنشوف احنا دلوقتي اهوت، اهو نفس الكلام اللي احنا شرحناه. انا خلاص عملت النانو جولد بارتكلز وحطيت عليها اصلا يا جماعه الريكامبرنت دي ان ايه او الجين كلاستر، بدات تدفع اهو بقوه، دخل هنا النانو جولد بارتكلز عدت اهو النانو جولد. بينما هبص الاقي موجود عندنا الجزء اللي كان محمول بسرعه صغيره هنا، او الجزء اللي كان الكتله بتاعته صغيره اللي هو الدي ان ايه او الجين اللي موجود عندي او الريكامبرنت دي، دخل في قلب الايه السيل اللي موجود عندنا، وبالتالي هيبدا يتكاثر بعد كده. لو هو ريكامبرنت دي ان ايه هيتكاثر في اي كولاي، لو هو جين ودخل جوه الدي ان ايه بتاع اي نبات يبقى مؤكد ان هي بعد ما البلانت سيل دي تبدا تتكاثر او الاي كولاي تبدا تتكاثر، هيبدا الدي ان ايه اللي دخل جديد هو الاخر هيتكاثر. ده انا عارف ان هو بينتج لي مثلا ابليدين، هيليكوندرين، انسولين، يبقى هيبدا ينتج لي الحاجه اللي موجوده عندنا دي. هي دي فكره المولوكولار بيولوجي او البايو تكنولوجي. يعني معنى كده ان انا لو موجود عندي اصلا يا جماعه مفيش سفيشنت سورس للاكتف كونستيتيوانت اللي موجود عندنا، هبدا في الاول خالص اعمل اكوا كالشرنج، بس الطريقه دي مش طريقه جديه قوي. هبدا اعمل لو انا ما لقيتش حاجه خالص بقى هبدا اعمل كيميكال سينس زي ما حصل كده مع الهاليكوندرين او حصل مع الريبيونين. طب هنفترض كمثال يا جماعه ان الكيميكال سينس كان كومبليكيتد والكلام اللي احنا عارفينه، ممكن اعمل سيمي سينس لو انا لقيت فيه جزء من الكومباوند موجود عندنا زي ما احنا شفنا في حال التريب اكتدين. طيب هنفترض ان انا ما عرفتش بقى لا دي ولا دي ولا دي، يبقى مؤكد في الحاله دي ان انا ممكن افصل الجين كلاستر يا جماعه، وبعد كده اعمل له طبعا ايه ترانسفير
لاي نوع من انواع الاي كولاي او اليست، او حتى عشان نكون عارفين بلانت سيل وهنبقى نتكلم عليها في الترم الثاني، هبص الاقي البلانت اللي موجود عندنا عمال يكبر ويطلع لي في الحاله دي اصلا يا جماعه ايه، مثلا كمثال الميز او النيكوتيانا او السويبين، اه ده في جين كلاستر بتاع البايوسنس بتاع مثلا كمثال برضو يا جماعه الابلدين والحاجات دي، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان انا موجود عندنا الكومباوند هيبدا ايه يطلع لي، او الكومباوند اللي موجود عندنا هيبدا يطلع مع الخليه النباتيه اللي عماله تتكاثر دي جماعه، لو انا عملت اصلا بلانت سيل كلشر. ده اللي هيكمل معانا المره الجايه الدكتور نبيل ابو الفتوح ان شاء الله، هيبقى محاضرتين وان شاء الله بعد كده هيبقى في محاضره مراجعه شامله على المنهج كله، بنلم المنهج كله باذن الله وبنفهم كل حاجه وبنربط كل حاجه، وان شاء الله الموضوع هيكون سهل جدا ما فيهوش اي